رجعنا لحضراتكم مرة تانية وفقرة تانية في البيت الكبير مع نجم الرياضي الكبير والناقد الكبير الأستاذ جمال زهيري. أهلا يا أستاذ جمال، مرحبا. أهلا بيك، منورنا. وأنا ببقى سعيد، أنا دايما ببقى سعيد والله. أنا ببقى سعيد جدا معاك، وبقول لك رأيي خارج الهوا كمان، أنت إضافة يعني بجد، ربنا يخليك. يعني التدريب هيخسرك شوية بس الإعلام هيكسبك. لا بس إن شاء الله مش شوية كتير، إن شاء الله. لا الإعلام كسبانك يعني، ربنا يخليك. لا أنت دايما منورنا ودايما بيبقى الحوار ثري جدا معاك.